هذا اللاعب اسمه إدغار ديفيز، كان أحد أكبر نجوم كرة القدم في العقدين الماضيين، والذي رسم أفضل لحظات تألقه رفقة نادي المشا أيكس أمستردام ويوفنتوس الإيطالي. لم يكن مشهور بمهاراته داخل الملاعب فقط، ولكنه كان مميزا بنظارته. هو يعتبر اللاعب الوحيد الذي لعب بالنظارات، كان مظهر الهولندي لافتا، إذ لم تشهد الملاعب العالمية حالة مماثلة لديفيد الذي اشتهر برجل النظارات، كونه يعيش حياته كلها مرتديا النظارات داخل الملاعب وخارجها. يعود سبب ارتداء ديفيد للنظارات إلى ضعف النظر بسبب المياه الزرقاء والتي تجعل عصبه البصري حساسا جدا للغبار، وأجرى اللاعب عملية جراحية ناجحة في العين لإزالة تلك المياه، ولكن رغم ذلك أجبره الأطباء على ارتداء النظارات طوال مسيرته بشكل وقائي لحماية عينيه. فهذا النوع من النظارات مصممة خصيصا للرياضيين، حيث تحميهم من الغبار والأوساخ التي قد تسبب ضررا للعيون.